السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، وكل عام وأنتوا بألف ألف ألف خير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. راح نعرض لكم بحلقة اليوم ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة. أي شخص ما يقدر يتصل لأي سبب إن كان يقدر يدزلنا على الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب رسالة مكتوبة حتى نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدي ملفات صوتكم، وأول ملف ويانا هو ملف العيد، وشلون أطفال العراق استقبلوا هذا العيد بسنة 2023. العراق يعاني من نقص بكل شيء، وكان الطفل له نصيب كبير بهذا النقص، إن كان بالمدارس ولا بالمتنزهات ولا بالمناهج أو بالعيد. كل دول العالم تتنافس أن تبني أحدث مدن الألعاب الخاصة بترفيه العائلات والأطفال وتهتم بمستقبل الأطفال، حتى صارت هاي المدن سمة تدلل على حداثة هاي المدينة أو ديك المدينة، وشلون تواكب النهضة العمرانية، وأكو سباق في مدن الألعاب ما بين الدول، وتشوفوه موجود على مواقع التواصل الاجتماعي شلون الناس مبهورة. لكن بالعراق الحال مختلف، إذ لأنه فشلت أحزاب السلطة وراء 20 سنة من الاحتلال بتوفير مدن ألعاب تليق بالعراقيين وتليق بسمعة العراق، حتى تكون متنفس إلى العائلات، حتى تقضي بيها أو وقتها، تكون أوقات الراحة بيها فترات الأعياد بالمناسبات بغيرها. وبعيد الفطر المبارك اللي نعيش ليالي هاي الأيام، الناس همينة دتعاني هذا الشيء. مثلا نروح المحافظة صلاح الدين وبتكريت، طلع لنا مقطع مصور لجوء أطفال حي الشهامة بتكريت أن يستخدمون أسلاك الضغط العالي الكهربائية. يعني تخيل واحد يستخدم واير مال عمود مال ضغط عالي، ليش؟ حتى يتمرجحون بيها، لأنه ما عندهم أماكن ترفيهية ولا متنزهات عامة. خلونا نشوف. طبعا انتم دا تشوفون العواميد، اولا هي العواميد غلط، مايله وهذا مايل، مواقف عدل، وذنيك همين انبين هاي، لانه اكو ميليشيات واكو عصابات كل فتره وفتره تسرق الاسلاك النحاسيه اللي تربط الضغط العالي. المصيبه اللي موجوده هنا، اوكي بالعراق ماكو كهرباء والناس مامنه، بس اذا لحظه فكت الكهرباء وطخ واير بواير، اللي دا يتمرجح راح يفحم. نطلع من صلاح الدين ونروح المحافظة بابل، وتحديدا جبلة، هاي الناحية اللي انذكرت بأكثر من حادثة وبأكثر من مناسبة، ووحدة مناسبة حزينة اللي هي مجزرة جبلة. الصورة هناك ما تختلف عن اللي شفناه بتكريت، لكن الأطفال بجبلة لقوا لهم ساحة ترابية هم وأهلهم، سواها متنزه لهم ومكان للترفيه، لأنه الحكومات اللي حكمت العراق وراء 2003 وآخرها حكومة الإطار أجزت أن تبني مدينة ألعاب، لأنه ما عندنا فلوس، لأنه العراق ما بفلوس ولا بإيرادات ولا بكل شيء، لأنه العراق فقير فما يقدر يبني متنزهات. فالناس شو تسوي؟ تسويك. هاي رسالة إلى مسؤولين جبلة، هذه المدينة الجميلة، مدينة المثقفين، مدينة الشعراء. اليوم شوفوا، إحنا نطالبكم لهاي المدينة باسم الإنسانية، باسم الطفولة، باسم الحب، باسم يعني يعجز اللسان عن الطلب. هاي المدينة معتازة مدينة ألعاب، أما تنطونها استثمار لأحد ويسوي ألعاب لهاي الأطفال، يعني والله خطيئة، يعني مأساة والله العظيم. شوفوا أنتم هاي المراجيح، هاي المراجيح اللي يقع منها يموت والله الكريم. يعني المفروض جبل هسه بيها مدينة ألعاب حلوة جميلة، ليش إحنا نعبر محافظة ونروح نودي أطفالنا ونخسر؟ وهاي لو إحنا موجودين عندنا، وإحنا ما عندنا مسؤولين خير من الله. اليوم إحنا عيوننا عليكم،
ويعني هاي الاطفال شوف هسه هاي المراجيح هسه اللي قاعد منها يتاذى والله الكريم. يعني انا حزين جدا من اشوف هيك مناظر. شوف شوف هاي التراب شلون، شوف هاي الناس، هاي جبله. اما اذا رحنا الافج بمحافظه القادسيه راح نشوف بمتنزه حي الزهراء انه الاطفال لازم يلزمون سرة، مثل سرة البنزين، مثل سرة الثلج، سرة يلزمون، وهذا السرة احتمال يطول ساعة وساعة ونص وساعتين. ليش؟ حتى يقدر يركب بمرجوحة، لأنه ماكو مراجيح بالقادسية أو بالمتنزه، أو ماكو متنزه غير هذا. ورا ما تبرعت بمنظمة إنسانية من سنوات، علما أنه قضاء فج ما يتبع إداريا الدولة مثل العراق اللي تعد من أغنى دول العالم. خلونا نشوف. ما معقول اليوم عيد والأطفال ازدحام، شوف هاي المراجيح يعني ازدحام. خطية الأطفال يردون مكان متنفس متنزه لهم ترفيهي، ترفيهي قضاءش كبره يعني 80,000 نسمة، ما أبي مكان ترفيهي بهالازدحام هذا. بس هذا حي الزهراء وازدحام، ملحمة صايرة هنا. ما معقولة يعني لا يا مسؤولين، يا مسؤولين عافك، احنا بس مناشدات نخلص عمرنا وياكم، وشلون يعني وتاليها وتاليها، شوفونا حل، شوفونا حل، يعني احنا شوفونا حل، وفروا متنزهات اضافية، جيبوا العاب جديدة. هاي تبرعت به المنظمة، هاي ترى هذني الالعاب، ما الدولة ما خصصت اي العاب الاطفال قضاء عافك، لان تبرع، لان تبرع ترى. تعرفون هسه العراقي شو يقول؟ عيد بأي حال عدت يا عيد، ومأساة النازحين تزيد، وأعداد المعتقلين في السجون تزيد، وأي أمل بالخلاص من هذا الهم بعيد. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق كان موجود ويانا من منصة فيسبوك، حسين صباح يقول والله قمنا نستحي نقول من الديوانية، حتى من يسألني واحد ايش بيها ما بيها الديوانية استحي أقول له كل شيء ما بيها، ماكو مسؤول شريف أجاها والله العظيم. مثنى العياشي صخم الله وجوهكم كل مسؤولين الديوانية من 2003 لليوم. حسين ماجد تعال شوف السماوة بالتحديد الرميثة همينة هيج، ومن تحكي يقول لك أنت من سفارات تريد تهدد السلم الأهلي. ومرتضى الكتالوني يقول مساكين العراقيين والله قضوا عمرهم محرومين من كل شيء. أبو عمر من الناصرية ويانا، حياك الله يا أبو عمر. السلام عليكم عمي فهد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك عمي؟ شلونك؟ يا كل عام وانت بخير ان شاء الله يا ابوي. وانت بألف خير يا رب. طبعا طبعا عمي فهد، ذولا ذولا لا تأمنوا عندهم شيء بعد. نعم. هاي الحكومة الفاسدة. هاي الحكومة الفاسدة لا تأمن عندهم شيء ذولا، شو يسوون يعني للشعب العراقي؟ كني جاي يسوي له ترفيهيه وشغلات، هذول مستهين بس بجيوبهم. ذولا فاسدين، ذولا فاسدين، وعود ماكو وعود صادق، كله وعود كاذبه عمي. هذول جو جو يدمروا دمروا 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 العراق ودمروا الشعب. نعم. ذولا ذولا مسيرين، ذولا لا تملون عندهم شيء. زين يعني انا يعني انادي الشعب العراقي، زين هذا الشعب العراقي الطيب، زين يعني ارقى شعب، شعب العراقي. هم عفوشين الشعب العراقي، هم ذولا الشعب العراقي عنده ضمير، زين ولا وعنده ضمير وعلى وطنه، زين ويعني يعني من كل الاوصاف، زين يعني تتبهل بالعالم، فذولا ما يستحون. نعم. ذولا ما يخدمون، انا اقول الشعب العراقي والله قوموا عليهم، سووا عليهم ثوره ذولا. انا ما سوون ثوره، عيب عليكم، قوموا عليهم والله. نعم. زين ذولا في السناد، بالشاب ذولا يعني ما خلوا على حالكم حال ترى. نعم. والله العظيم يخلوكم، والله العظيم حصل عليكم قطب الجقارة ترى. نعم. زين وزيتكم بيت من الشعر، والله الموازنات كلها لهم، كلها بجيوبهم، والله العظيم حق هذا عيد الاسلام كله بجيوبهم يا عمي. نعم. قوموا عليهم عمي، قوموا عليهم، خلصوا قلوبنا من الله يخلصكم ان شاء الله. لا. زين ولا ما تسحون، ما تخجلون، ولك انت السودان تفتح العالم انت، ولا بيضحك علينا انت، تضحك على 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 40 مليون كذا انت، ولك لا تصير قشمر، عيب عليكم والله، عيب عليكم. زين استحوا شويه، استحوا، خليكم ضمير، لا تعرفون العيد، لا
لا تعرفون قوانين رب العالمين. نعم زين نعم. زين انت شو سويت بالعالم؟ هجرتوهم؟ قتلتوهم؟ زين يعني سويتوا دمرتونا دمار عمي من اجيتوا؟ الله ينتقم منكم ومن ايران ومن امريكا ومن اسرائيل. نعم تتعلمون توابع عيب عليكم؟ السحو من الله يطيح حظكم وحظ جاركم يا جاركم. نعم زين لو لا؟ نعم الله يطيح حظكم. وشك واحد من البرلمان الله يطيح حظه ويطيح حظك يا شاعر السوداني. زين لو لا؟ نعم شكرا 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 لك ابو عمر. محمد من امريكا حياك الله يا محمد. السلام عليكم اخوي استاذ اسد احيي قناه الرافدين البطله. حياك عمري من 2003 رحمه الوالدك هو العيد مات. نعم وينكو عيد رحمه الوالدك كنا نازحين العالم قاتل الجوع والظلم هم ملتهين بالبوق اذا صاحبهم يروح يشتكي عليهم يصير يطلع خياسهم يقتلوه شلون هذا دمبش مش اسمه هذا يقتلوه يقتلوه كفيلك الله هي صوت امريكا جابت هيك حساله حراميه نشاله كفيلك الله هاي التقارير هسه جاي يطلعوها ما يريدون يعني الله يرحمه صدام حسين من قتلوه اختالوه هم شلون اختالوا الحسين اختالوا صدام الله يرحمه كفيلك الله ذول جايين تخريب البلد هي جابتهم الامريكا ذول هم ذول حساله مال الامريكان للاسف بس الخياسات الامريكا كلها جاي تطلع كفيلك الله شلون سووا بالشعب 2000 2000 طفل قتلوا كفيلك الله ذول من يحاكمهم ذول هم ذول السفله من يحاكمهم من يحاكمهم ابو عمامه يا ابو قاف يا ابو عقال نعم نعم كفيلك الله دول نهايتهم انتهت ورقتهم احترقت نهايتهم ان شاء الله 2024 راح يعني حيحرقوهم حرق كفيلك الله ابو عمامه عشت البيت بعد حتلبس لك ربطه وتطلع الله يهجم على رزقكم جاء حبيب محمد لا لقاكم العيد لا لقاكم رمضان تحياتي للقناه شكرا لك اخ محمد ابو زينب من النجف حياك الله يا ابو زينب السلام عليكم وكل عام وانتم بخير وعليكم السلام وانت بالف خير يا رب هذا اللي يعني احنا التقارير اللي تجمل العقول والعيون والقلوب يعني من لينا من عزه صار 20 سنه نعم بالنسبه للمدن الالعاب يعني احنا انفسنا بدول الخليج نعم روح يا اخي للسليمانيه هاي جابلان اللي هي اعظم مدينه العاب بالشرق أنا تذكرت ناحية جبلة محافظة الحلة نعم مع احترامي إلى جبلة وأهل جبلة هذه ناحية فما بالك في مركز محافظة مثل النجف لولا الهمج الرعاع ما خلوا لا حديقة لا مدينة العاب نعم لا يعني يحكي لك بالبيئة والاحتباس الحراري وما أعرف شنو ويجب زيادة التشجير هم بدل ما يشجرون ذني ها نعم باقوهن وسووهن مولات وسووهن مسابح وسووهن مراقص وسووهن كافيهات مع المخدرات عدنان الزرفي وربعة وسحر الفتلاوي نعم ولا ناس لصوص سفلة حفات اعلاهم ما يمتلك غير ساس ابتدائي مثل هذا الحيوان عدنان الزرفي واللي ما فاز ولا صوت ساس ابتدائي بيعرقي هسه يقول لك الحاج الدكتور زين مين حاجي دكتور؟ زين ثم هو ما فاز ولا بصوت واحد وطلع يلطم وقريب ما يمشي نعم نعم انقطع الصوت يا ابو زينب شكرا شكرا لك ابو زينب نروح هسه الى ملف الاعتداءات اللي تنفذها الميليشيات والاجهزه الحكوميه عندنا محامية عراقية اسمها حنين الطائي تعرضت يوم السبت إلى عملية طعن بحي الجهاد غرب العاصمة العراقية بغداد هذا اللي أسفر عن إصابات عدة وصار هذا الاعتداء على خلفية دعوة قضائية هي تتابع هاي الدعوة أو ممثلة إلى أحد أطراف هاي الدعوة وراء هذا الشيء الدولة وناشطين ومحامين صور وتسجيلات وفيديوهات بينت آثار الطعنات اللي تعرضت إلها حنين الطائي وانتقدوا ظاهرة الاعتداء على المحامين اللي بدت تتزايد بالعراق بالفترة الأخيرة الطائي قالت بتسجيل بالصوت والصورة وراء حادثة الطعن إنه الشخص اللي هاجمها باق من عدها التليفون الخلوي مالتها وخلى شريحة الرقم مالتها الخاصة بها بجهاز ثاني وحذف مناشدتها اللي هي وجهتها بخصوص الاعتداء وهددها وراء فترة بنشر صورها الخاصة المتوفرة على تطبيق سناب شات اللي خاص بيها ووضحت الطائي أنه الشخص المعني
سبق أن تعرض إلها بسيارتها الخاصة بالشارع وحاول أنه يقلب سيارتها، وأرسلوا 6 أشخاص إلى بيتها وتعرضوا إلى عامل يشتغل عندها، وحذرت هاي المحامية أنه من الممكن أن تتعرض بالفترة المقبلة إلى عمليات غدر، خصوصا أنه ما تقدر تأمن على حياتها أو حياة أطفالها أو أبوها. فخلونا نسمع مناشدتها. شفت الموت، أنا شفت الموت، هذا الشخص نفسه قلبني بالسيارة، هذا الشخص نفسه حرك سيارتي بالباب، هذا الشخص نفسه جاب 6 وفاتوا علي للبيت، هذا الشخص نفسه قبل أسبوعين برمضان لزم العامل ما تشاري سلاح ما مرخص ببابي، بابي خاتل. زين أنا وصلت مرحلة رح أموت، أنا جوز هسه طلعت عن طوري وزهقت وما فكرت باسمي ولا بسمعتي وطلعت وحكيت، لأن وصلت مرحلة زهقت، لأن أدري حيصير شيء، أنا من تأكدة مليون بالمئة حيصير شيء. جوز هذا السناب بس نزلته جوز بعد أسبوعين أو بعد شهرين يغدرني بشغلة ويونيني بشغلة، بعد ما قدرت لاحق روحي. أنا لا حياتي دأمن عليها ولا حياة جهالي ولا حياة أبويا اللي البارحة أذوه قدام عيني. أنا إن شاء الله بس أوقف على حيلي، أنا إيدي سم خياطة هسا رح أصورها حسوها من حق مال الفيديو والآثار رح أنشرها بدون فلتر. هاي مناشدة المحامية حنين الطائي اللي تعرضت إلى اعتداء. بهالأثناء لما انطلع هذا الاعتداء، الناشطين والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي بلشوا ينددون بالاعتداءات اللي دا تتكرر ضد المواطنين على إيد منه، على إيد القوات الأمنية اللازمة، الحواجز الأمنية ما بين المحافظات العراقية، واللي دا تسجل عادة اعتداءات كثيرة بدون محاسبة قانونية بظل سياسة الإفلات من العقاب التي تمارسها السلطات. هذا اللي قالوه الناشطين. واستنكروا الناشطين والمواطنين والمدونين حادثة الاعتداء اللي ارتكبتها قوات الجيش بنقطة تفتيش حمرين شرق محافظة صلاح الدين على طبيبة اللي دا تشوفوها وراي وعائلتها، وأكدوا أنه عناصر الأمن تحولت إلى أطراف معتدية ما منضبطة متسلطة على رقاب الناس. عناصر الجيش بالنقطة المذكورة وقفوا سيارة بها طبيبة وعائلتها أثناء توجههم إلى كردستان العراق، طلبوا الأوراق الثبوتية اللي كانت رسمية وما بها أي مخالفة، إلا أنه أكو مشادة كلامية صارت بين الطرفين، واحد من الجنود شمر غلاس كان بيده على رأس الطبيبة اللي تعرضت إلى جروح، وتم منع عائلتها من تصوير الحادث. خلونا نشوف هاي اللحظات الأولى اللي وصلتنا عن الاعتداء. هذا اللي صار ويا الطبيبة، والناس لما شافت هذا الموضوع بلشت تتعلق وتتفاعل ويا هذا الموضوع. وأول تعليق اختارنا لكم من منصة فيسبوك على الجوران يقول: أين القانون من محاسبة وإنزال أشد عقوبات على هذه التصرفات؟ رائد جبوري، أجهزة مبنية على التحزب والجهل وعدم معرفة التعامل مع المدنيين. مولود أبو لينا، لازم المنتسب بخدمة المواطن مو يضرب بيهم، بس ماكو دولة كل من إله. حيدر الزياد يقول: مع احترامي للطيبين، أغلب السيطرات هكذا تعاملها مع المواطنين، وخاصة في زمن هذه الحكومة نلاحظ الزحامات المرورية وإذلال للمواطن. فكانت هاي تعليقات الناس حول هاي القضية. وعندنا اتصال أبو سمية من الأنبار، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيد الكريم، أصبح معروفا عند العراق أنه مقبرة للكفاءات، بل إنه مقبرة لوادي الإنسانية. لا يحترم كفاءة الإنسان، بل لا يحترم إنسانيته على الأقل، وإلا بأي قانون وبأي عرف يعتدى على الطبيب. والطبيب معروف دوليا أنه يفضل على باقي المهن. لماذا؟ لأن مهنته إنسانية لا تعرف دينا ولا لونا ولا قومية، يعالج الكل.
أما الذي لا يحترم الكفاءة فتراه يعتدي. لماذا أخي الكريم؟ لأن هذه الحكومة بنيت على التزوير وعلى الغش وعلى المحاصصة، وبنيت على دماء الأبرياء كما قال أحد الشعراء، يقول قد أسسوا من دماء الشعب دولتهم ويدعون جزافا أنهم بشر. فسيد الكريم، لا فائدة ولا احترام للكفاءات في داخل هذا البلد. وألوم المهندسة الخبير ماجد طرقي الجميلي عندما أتى من بريطانيا وأصبح مستشار لمحمد الشياع السوداني، أقول له لو بقيت هناك سيحترمون إنسانيتك وكفاءتك، أما في هذا البلد لا احترام لا للإنسانية ولا للكفاءة، وقد أخطأت في العنوان، فارجع إلى بلد احتضنك فإن بلدك لا يحكم نفسه بنفسه، لأنها حكومة ميليشياوية إرهابية همجية. وشكرا للبرنامج. شكرا لك أبو سمية. محمد بن البصرة حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتنا لبرنامجكم الرائع الشريف. حياك الله. ناطق باسم الشرفاء. واجب. أسأل الله أن يوفقكم. الله يسلمك. أخي أنا أريد أسولف ويا كل مسؤول من شرطي إلى رئيس وزراء رئيس جمهورية. نعم. أريد أسأل أقول له عندك عرض شرف عندكم أنتم لما تبيعون وتسمعون بالإذاعات تطلع يبيعون الولد الشاب بالسجن بشدة ونص وبشدتين ويعتدون على عرضه ويبقى الشقي من الكتيبة الفلانية من الجهة الفلانية آمر على السجن، مدير السجن يقول أنا علاقة بالإداريات، ما العلاقة بالداخل السجن، أنا حافظهم ليش يردون بس. طيب هذا إصلاح، تجي تبيعون المخدرات بداخل السجن تعتكرونها من أفغانستان إلى إيران إلى الموزع الأكبر البصرة داخل السجون، تستفيدون القامش لي إلى هلقد، ولا عفوا بادوش الحوتة إلى هلقد حصص، مشترين السجون، تأكد تماما بكلامي. مشترين السجون الناس الحيتان اللي مسيطرة سجن البصرة كذلك، يبيعون بها الشباب والبنات بالليل يطلعونهم هم بعد، هذا حكي موجود. أرد أسأل، ماكو واحد بالعراق ما عرف هاي المسألة؟ أنا ما عندي أحد اللي أحكي عليه، جاي أحكي على العراق. العراق هذا بلد سومر، العراق هذا الحضارات الشكر يا سفلة، بعتونا بشر بطل لإيران، وبعدين شنو الحل؟ احنا قمنا نمشي نحكي سولف. نعم، انقطع الاتصال يا محمد، وهي واحدة من معاناة المواطنين ويا الاتصالات اللي هم يعطوها فلوس يا ابو فلوس. نروح الى قضية الجسور بالعراق او الطرق همينة. تعاني الطرق والجسور بالعراق غياب المتابعة، الرقابة، الصيانة، انعدام الصيانة الدورية، يعني اهمال باهمال باهمال، وهاي الاشياء كلها تسبب شنو؟ انهيار، خراب، سقوط أجزاء من الجسور، خصوصاً حوادث السير اللي تصير بسبب الانهيارات اللي تصير بهاي الجسور. مثلاً بالبصرة بقضاء أبو الخصيب عندنا مواطن رصد لنا حال جسر اللقطة المتهالك ورا ما تحطمت الألواح المعدنية، تكسرات فوق الجسر، رغم مرور 3 أشهر بس على أعمال الصيانة. فتخيلوا الجسر اللي راح تشوفوه هسه أعمال الصيانة كملت من 3 أشهر، فما بالك باللي قبله. مناشدة للسيد قام مقام المحترم والسيد مدير بلدية قضاء القصر المحترم وللأخوة المعنيين، هذا حاليا جسر اللقطة، جزاكم الله الخير. ما صار لفترة يعني ما تعدى 3 أشهر من تمت معالجته وساي وضعيته، الله يحفظكم ويرعاكم، نتمنى المعالجة بأسرع وقت للمصلحة العامة. لا ما شاء الله السيارات تفوت فوقها وتمشي عادي طبيعي، يعني إضافة إلى أنه حديد يخرب التيارات ويفلش المعرف شنو التكسرات اللي بيه، احتمالية أنه يوقع لأنه يعني شغل كله غلط بغلط بغلط بغلط. وأنا فتحت عيني للدنيا قبل ما أدري كم سنة وشفت الجسر الحديدي لحد الاحتلال هو واقف بحيله. من البصرة نروح للمسيب، ناشط من
قضاء المسيب الجهات المختصة أن ينظرون بحال جسر المسيب الشمالي اللي اشتهرت الأغنية الشعبية اللي عنوانها ميحانة ميحانة، واللي غناها سفير الأغنية العراقية ناظم الغزالي الله يرحمه، خصوصا شطره اللي يقول على جسر المسيب سيبوني. هذا الجسر اللي ارتبط ارتباط وثيق بذاكرة العراقيين الفنية، يعاني الإهمال وعدم الصيانة بوسط مخاوف من أن ينهار مثل ما يقول الناشطون. خلونا نشوف. احنا اليوم متواجدين بالجسر الشمالي اللي يربط العاصمة بغداد بمحافظة كربلاء. هذا الجسر بدون صيانة لأكثر من 20 سنة، هذا الدشاهدوه خلفي، أكثر من 20 سنة بدون صيانة. شنو اللي الإجراء اللي اتخذته حكومة بابل؟ السيد قام مقام قضاء المسيب المحترم، مدير مجاري المسيب، مدير ماء المسيب، كلكم مسؤولين، كلكم مسؤولين على هاي الوضعية. ليش؟ لأنه بدت التشققات تظهر بالجسر والبراغي تتقطع، يعني في أي لحظة هذا الجسر يوقع. بس راح أصور لكم الفوق وشوف الحوادث اللي تصير بسبب التكسرات والتخسفات الموجودة بهذا الجسر. طبعا مثل ما تشوفون هسه راح اراويكم انا الجسر والبراغي اللي المقطعه اللي اصلا هي رابطه الجسر. هذا جسر، هذا الجسر المسيب الوحيد اللي تمر عليه السيارات متجهه الى صوب كربلاء المقدس. براغي مقطعه، انابيب مياه مثقبه. اين دور الحكومه المحليه في قضاء المسيب؟ يعني يا ريت تتخذون فد اجراء صيانه جسور جري الطرق وجسور بابل، الاسراع في انقاذ حياه الناس من خلال التوجه وصيانه هذا الجسر الشمالي. اريد مطرب يطلع ويغني لنا اغنيه هذول دمروني هذول فلشوني وانا جسر المسيب فلشوني. بلثنا حذروا ناشطين من انهيار قد يحصل بالجسر اللي يربط العاصمة العراقية بغداد بمحافظة بابل اللي يتسمى عبرة اللطيفية، واللي عاني من التشققات من التخسفات من التكسرات اللي خلتها عرضة للانهيار بأي لحظة. وقالوا أنه الجسر معرض أن ينهار ويتسبب بقطع مدخل بغداد الجنوبي اللي يربط مدينة المسيب بمحافظة بابل، وحملوا مديرية الطرق والجسور ووزارة الإعمار والإسكان المسؤولية الكاملة إذا صار شيء بالمستقبل، كون الجسر دخل صيانة قبل فترة بسيطة لكن ما كانت أعمال الصيانة بالمستوى المطلوب. خلونا نشوف. هذا الجسر وهسه راح أدخله من جوا باولة شلون صاير. أكو تشققات دا تصير بي باولة، يعني هاي أرواح الناس من مسؤول عليها؟ باوع، باوع حال تشققات اللي صايرة، باع المصيبة، باوع. خلي المسؤول يشوف هاي التشققات، باوع. ها طبعاً كله مفطر، يعني بأي لحظة أو بأي دقيقة لا سامح الله يسوينا قدر، باوع. باوع. باع طبعاً من جوا بعد أكثر، باعوله باعوله. هاي كلها تشققات، باع 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 باع. وين المسؤول؟ بتمنى من المسؤولين اللي مسؤولين على الطرق والجسور أن يتابعون هذا الموضوع. باور باور، هاي من المسؤول عليهم؟ أرواح الناس أخوان في خطر. هاي طبعاً طاقة منا ولاحمينها، شوفوها طاقة ولاحمينها. فنتمنى من المسؤولين باور حال تشقق، باور هذا التشقق، هذا من المسؤول عليه؟ نتمنى من المسؤولين على الطرق والجسور أن يتابعون هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن، لأن لا سامح الله يسوي النفت قدر. هذا من مسؤول عليه؟ أرواح الناس عمي في خطر، أرواح الناس يا مسلمين في خطر. اليوم إحنا نوصل صوتنا وصوت جميع الناس للمسؤولين اللي موجودين بمحافظة بغداد أن يشوفون باوع هاي التشققات اللي صايرة بالجسر. ما شاء الله عندنا خوش جسور بالعراق، هاي اللي دشوفوها الناس لما شافتها علقت على الموضوع لأنه هاي تمس حياة الناس. فكاظم محسن إبراهيم على فيسبوك يقول المسؤولين نايمين، يعني معقولة مؤسسات دولة تحتاج أحد ينبههم لمتابعة أعمالهم؟ نجوان الخياط يقول المفروض دائرة الطرق والجسور عندهم فحص دوري للجسور والمجسرات لتفادي الكوارث، لأنه إذا انخسف هذا الجسر كارثة تصير. ومجيد الربيع يقول بعد عندنا مناشدة حول جسر الحصوة اللي يم سيطرة عراق، يعني المعاناة
ما تنوصف. وسلام الفتلاوي يقول هاي صايرة بها أقوى طسة بطريق بغداد قبل لا تصعد على حولي المحمودية أو على حول المحمودية. مشاهدة المشكلة مشاهدينا الكرام أنه الجسر والطرق أو الطرقات عفوا لازم أنه أكلها صيانة دورية، لازم أنها صيانة مستمرة، لأنه جسر إذا يوقع أنت ما راح تهدد واحد، ما راح يوقع الجسر وما يصير شيء، لا أكو سيارات فوقها، أكو عوائل، أكو ناس، وأكو جوا همينا مشاكل. مجيد من بغداد حياك الله. مجيد؟ مجيد تسمعني؟ مجيد مدى يسمع، يبدو أن انقطع الاتصال يا أخونا مجيد، ونقول له كل عام وأنت بألف ألف خير. مشاهدينا الكرام نروح إلى معاناة حكينا عنها هواية، طلعناها هواية، وخصوصاً البرنامج صوتكم كانت هاي المعاناة مستمرة للناس، ودائماً في أغلب الحلقات تطلع وهي المعاناة اللي ديعانيها المواطن بالمعاملات الرسمية بالدوائر الحكومية، لأنه مو من السهل بالعراق أنه تروح تكمل لك معاملة وبسبب شكوى المواطنين من الروتين الممل، من التعقيد الكبير بالمعاملات اللي هي أبسط المعاملات بالعراق تبيها روتين معقد إلى درجة أنه ما تقدر تكملها. المواطنين دا يشكون لما يروحون يسوون معاملاتهم الرسمية من الإهمال ومن الازدحام ومن الإذلال اللي دا يشوفوا بالدوائر. العالم اللي صارت تتسابق به الدول حتى تخفف من البيروقراطية على مواطنيها بظل ما يعرف بالحكومات الإلكترونية أو الحوكمة، بعد العراق بمكانه يراوح، مكانك راوح أنه ينفذ نظام إداري أكل عليه الدهر وشرب. ويبدو أن المصارف والبنوك بالعراق ما كانت على منأى من هذا الموضوع ولا بعيدة من دائرة البيروقراطية المنهكة، لأنه أكو صور جتي من مصرف الرافدين بالعاصمة العراقية بغداد. هاي الصور اطلع لكم الآلية اللي دي يتبعوها الموظفين في تسليم المعاملات للمواطنين من وراء قفص حديدي. تفرجوا. الحالة اللي تشوفوه اخواني اعزاء هذا الخطية اللي قاعد دي يشتغل بالتليفون وتعبان لانه اكو 100,000 ما عندها اخلاق اتحارشت بفلوس بالقاصة، هذا سجن مال فلوس، هذا هنا جايين الى سجن الحوت المركزي للعملات الرقمية او للعملات الورقية، لانه اكو واحد عنده 25,000 بايقة جزدان فلازم يحطوها بقفص لتنهزم. أدري وين احنا؟ بنك بقفص حديدي؟ لعد بالسجن شو تحطون؟ جامة؟ والله سؤال، يعني بالبنك اكو قفص حديدي، بالسجن شو تحطون؟ واللي طب هنا شنو ده تسوي له تراي؟ انه خاف عندك معتقل بالسجن انت عندك هذا القفص تتعلم عليه؟ ما تخاف منه من تشوفه؟ 80% مثل ما أكدوا المصادر، 80% من الإدارات بالعراق بعدها تعتمد على العمل الورقي، على الرغم من إدخال النظام الإلكتروني إلى عدد كبير من مؤسسات الدولة مثل ما هم يقولون، لكن المواطن بعده أنه لازم يروح يشتغل بالعمل الورقي ويعاني من التذمر، لأنه المعاملة تستغرق منه شهر كامل بينما هي تتطلب ساعة واحدة من الزمن. وهذا الشيء مرتبط بالموظف اللي قاعد قبالك اللي هو ينجز لك المعاملة اللي انت بيدك، وغايته من تأخير هاي المعاملة، اللي بالغالب الناس تقول انه ذول الموظفين يأخرون المعاملات حتى يحصل له رشوة.
هالأثناء عندنا مقطع أظهر لنا مواطن عنده معاملة بالطابو يحول شقة، مساحة الشقة 44.28 متر مربع، هالقداتها، وكمية الأختام اللي موجودة بالمعاملة مالته حتى يقدر يوصل يدفع ضرائب التسجيل. شوفوا هاي شقة ايش قد مساحتها؟ مساحتها 44 متر، يعني حتى مو 45 متر. أرد أفتهم بين العقار باعوا 7000 توقيع، 7000 ختم، يختموا لك بالعقارات، تبقى بالعقارات، تروح للبلدية يومين تبات، تصعد تنزل، تصعد تنزل، طب مدير ارجع مدقق، ارجع بحث، ارجع مدري شنو، ارجع مخمن، ارجع مدقق، ارجع كشف، ارجع مدري شنو، تروح للعقارات هم تنام لك بالطابو فد اسبوع وراه يدزوك للضريبة. بس هاي الاختام بس اردفتهم شنو باع 7000 مليون ختم. هاي طبعا انا ما الوم يعني دوائر الضريبة، باع انا ما الوم دوائر الضريبة نهائيا، انا ما الوم دوائر الضريبة، الوم البيروقراطية. هاي باوع كم توقيع بيها؟ هاي بعدني هستوني طالع من دائرة الضريبة. والله أنا خايف عليه، عنده ختم إذا انتبهتوا عليه مقلوبي، لا يروح على موظف يقول له ليش هذا الختم مقلوبي، ما أقدر أقلب الورقة أني، روح عدل ليال الختم وتعالي، ما أبي حيل أقلب الورقة، أدري طاب للطاب ولا وين طابه. ما تقولوا لي معاملة هالقداتها ايش طولتوها، حلوها بيناتكم، أكو طرق ربط بين الدوائر صارت أسهل ما تكون، بكل بلدان العالم العالم تسجل شققها. طب السلام عليكم، هاي أرد أسجل شقتي، أروح انتظر مسج يجيك الرقم تدفع من عنده، قعد لشرب لفنجان قهوة استكان شاي، جاء مسج على التليفون راح دفع الضرائب ورجع وقع استلم الطابو الجديد وطلع، إيش طولتوها؟ ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق كان أنا من فيسبوك باسم العبطاني يقول كثرة الأختام على شنو ختم أو ختمين من قبل المدير يكفي، شو وقت نخلص من هذا الروتين؟ هند الجنابي تقول مع الأسف النظام الإداري متهالك ومنهار في كل مؤسسات الدولة. سحر حمزة تقول الأحزاب باعت البلد كله وما حد يدري، ومن تجي على دائرة حكومية الطب بورقة تطلع بضبارة ودافع وياها فد 150 لو 200 ألف رشاوي. وحسن جاسم يقول العالم أكثر تحول إلى نظام إلكتروني وإحنا بعدنا على الختم، يمكن عقد استيراد الورق والحبر بيد الجماعة. فكانت هاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام، في كل بلدان العالم عندهم ذكريات أعياد وأكو ذكريات سعيدة، لكن مع الأسف بلدنا بيد ذكريات الحزينة أكثر من السعيدة. اليوم تحل علينا الذكرى العاشرة المجزرة الحويجة اللي ارتكبتها القوات الحكومية بعهد نور المالكي ضد المعتصمين السلميين بقضاء الحويجة بمحافظة التأميم بتاريخ 23 نيسان عام 2013. هاي القوات فتحت الرصاص الحي على المعتصمين اللي كانوا واقفين هناك واللي ما كانت عندهم مطالب هواية غير 14 مطلب على رأسها إخراج المعتقلين الأبرياء من السجون، واللي طلعوا مطالبين بحقوقهم الإنسانية اللي هم يقولون انسلبت من عندنا، اللي رفضوا التدخل الإيراني السافر بالعراق، اللي رفضوا أن يكون بلد مسيطر على بلدنا، اللي رفضوا أن يصير هذا الشيء. هاي المجزرة أدت إلى استشهاد 54 متظاهر وجرح العشرات منهم، وزيادة بالتنكيل والإجرام وثقوا مرتكبي هاي الجريمة أفعالهم بالصوت والصورة، وأظهروا للعالم كله بشاعة إجرامهم وراء التنكيل برجل معاق وهو على كرسي الاحتياجات الخاصة، وركل الموتى بالأرجل، سبهم، شتمهم، وترك الجرحى على الأرض من غير مساعدة. هذا ولحد هاي اللحظة ما تمت محاسبة المتورطين بارتكاب هاي المجزرة البشعة بكل معنى الكلمة. تفاصيل أكثر حول هذه المجزرة عندنا هذا الانفوغرافيك اللي سوانا قسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين بهذه المناسبة.
أحذر من هذه القضية وأحذر من استمرارها واستمرار السكوت عنها ومحاولة إعطاها ثوب وطني. لا يمكن أن تعطى ثوب وطني لأنها صريحة نتنة الشعارات التي ترفع والممارسات التي ترفع. لكن أنا مقلق منه. هذه فقاعة ستنتهي ونحن نقول لهم انتهوا قبل أن تنهوا. تخيلوا مشاهدينا الكرام أنه شخص يرفع شعار عدم المثول إلى دولة أخرى أو عدم الولاء إلى دولة أخرى في دولته نتانة حسب رأي المالكي، إخراج الأبرياء من السجون نتانة حسب رأي المالكي، عدم الاعتداء على المعتقلات داخل السجون نتانة حسب المالكي، سماهم بالفقاعة. بس أحب أقول له شغلة واحدة، انتو زوبعة، انتو زوبعة جيتوا على ظهر دبابة امريكية اللي هي زوبعة اكبر من عندكم، شايلين سلاحكم على البلد. تقدر تقول لي شنو اللي حصل العراق من 2003 لليوم؟ شنو اللي حصل المواطن العراقي من 2003 لليوم؟ قبل ما تجاوبني انا راح اجاوبك اقول لك ثلاث شغلات. نزوح ما كنا نعرفها نهائيا وما كنا نسمع بيها، وكنا ننقهر لما نشوف بعض الدول وخصوصا فلسطين عندهم مخيمات وعندهم نازحين. طائفية اللي كان ما يعرفها العراق نهائيا، والدليل كانوا العراق متصاهرين سنة وشيعة وكراد وصابئة ويزيدين ومندائين، وكل الطوائف العراقية كانت عايشة وما كانت عندنا مشكلة. وارجع وكررها، كنا نعرف بشغلة واحدة بس، الصبي بالمدرسة بالابتدائية او بالمتوسطة يطلع من درس الدين عنده احقية، وما كانوا يقولوا له ما تطلع غصبا ما عليك تقعد. والشغلة الثالثة، عرفنا أنه البريء ينسجن واللي ما عنده شيء ينظلم والآدمي ينقتل والطبيب يعتدى عليه والأستاذ الجامعي يعتدى عليه والحرامي يطلع من السجن واللي بوق 200 مليون يطلع من السجن واللي بوق الدولة ينهزم واللي بوق الخزينة يفلت واللي يشتغل ويبوق عليه ملفات فساد يعيش بدول الخارج. هذا اللي عرفناه من عندكم. حملوا خريجين كليات العلوم حكومة الإطار التنسيق برئاسة محمد الشيع السوداني مسؤولية استمرار الظلم اللي صاير عليهم، على الرغم من تعهد حكومة السوداني استيعاب الخريجين وإيجاد درجات وظيفية شاغرة لهم بالموازنة الحالية اللي أحيلت البرلمان للتصويت عليها واللي هي موازنة 3 سنوات. وتفاعلوا الخريجين على وسم أنصفوا العلوميين يا حكومة الإطار اللي اختارينا لكم بعض التغريدات منها. زهراء نشأت غردت تقول هاشتاج أنصفوا العلوميين يا حكومة الإطار، كافي ظلمتونا هواي اعتبروها صدقة أو دفع كفارة عن ذنوبكم وخلصوا من أدنى وعيوننا. هاجر السوداني تقول أنصفوا العلوميين المهمشين منذ سنوات، هاشتاج أنصفوا العلوميين يا حكومة الإطار. سارة أحمد قالت إن طالبكم بإضافة فقرة في موازنة 2023 لتعيين العلوميين العاطلين عن العمل، هاشتاج أنصفوا العلوميين يا حكومة الإطار. سجاد راضي يقول هاشتاج أنصفوا العلوميين يا حكومة الإطار، أنصفونا راح من عمرنا 18 سنة دراسة، نريد حصاد ما زرعت عوائلنا تنتظر فرحة. وكانت هاي بعض التغريدات اللي اختاريناها لكم حول هاشتاج أنصفوا العلوميين يا حكومة الإطار، وأكيد أكو تغريدات كثيرة حول هذا الموضوع. وبالنسبة إلى كلمة نور المالكي وبشاعة المنظر اللي شفتوه في مجزرة الحويجة واللي هددهم في وقتها وقال انتهوا قبل أن تنهوا، وكان صادق بهذه الكلمة، لأنه بعد هاي الحادثة أنهيت محافظات عدة من العراق وأنهي مكون كامل من العراق
وأنهي شعب كامل من العراق. والدليل احنا ما نقعد نحكي على محافظة معينة ضد محافظة معينة. الدليل المعاناة بالعراق تفرق من محافظة إلى محافظة. أكو محافظة اندمرت بنيتها التحتية ومبانيها، لكن أكو محافظة ثانية اندمرت من بنيتها التحتية والخدمات. فإذا تباوع على الجنوب فهو مدمر، وإذا تباوع على الوسط هو مدمر، وإذا تباوع على الشمال هو مدمر، فهم ما بقوا شيء بهذا البلد. والحل كله بيديكم أنتم يا مشاهدينا الكرام. نلتقيكم إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بنفس الموعد باكر بإذن الله. انتظرونا وإلى اللقاء.